نسلمها وغادي نسلمها لفاطمة عزيز اللي حاضرين. إذن مجموعة المسامين للأمداح النبوية عينوا عليهم السي عبد الله كذلك. إذن السي حسن عسلمة لو تفضل السي حسن. مجموعة المسامين للأمداح النبوية محمد الميموي سي محمد الميموي الدينجي الرابع وحسن الشرف بالاخر انتباهات وكوالي سلمى تفضل استاذه سلمى تفضل الدينجي الرابع لان الموسيقى هي الاساس في هذا العمل كله. سي حسن تفضل لا استاذ تفضل سي محمد وكتبقى سلمى تبقى وقت جمعية عمل لمرضى السكري تفضل فاطمة عزيز سلمى سلمى كذلك مع الائتلاف ما ننساش صاحب القاعة حكيم سعدون وغادي نسلمها بالنيابة بدر سعدون وغادي تعطيها الأستاذة سلمى سيدي سلمى عبد الله الصفون السي بدر بوجامة بدر الدين بوجامة المؤسس الفعلي ونائب رئيس نيات إسراء للطفولة والبيئة طبعا اللي غادي تسلمها تعطيها السي عبد الله الصفون. هنا فرسان العرابيش فرسان العرابيش فرسان العرائش وغادي يسلمها محمد الميمون يسلمها تفضل سي محمد. اخر شهاده تقديريه ارسلان العبادي اخر شهاده تفضل بعد دخول تفضل فرسان العرائش اللي غادي يسلمها المسلم محمد الميمون الدجي وخد الشهاده الاخيره لعبسان العبادي وغادي يسلم له شنو سميتو؟ طارق ها؟ الوالي طارق الوالي طارق غادي يسلم لعبسان العبادي يا صاحب الشهوات.